الطقس الدافئ قد يبطئ انتشار فيروس كورونا، سمعناها من ترامب. Looks like by April, you know, in theory when it gets a little warmer it miraculously goes away. Hope that's true. وشاهدنا ذلك في الصين. بعد اكتشاف الفيروس بمدينة ووهان في ديسمبر الماضي، ما لبث أن اكتسح العالم في أقل من 100 يوم في فصل الشتاء. ووفقاً لمجلة SSRN، فإن ارتفاعاً في الحرارة بدرجة واحدة خفض عدد حالات كورونا في الصين. وبحسب دراسة أجراها علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن معظم بؤر تفشي كورونا تقع في مناطق تراوحت درجات حرارتها بين 3 و17 درجة مئوية. ويبدو أن فيروس كورونا أو الإنفلونزا يظهر بشكل ثابت خلال موسم البرد، على العكس من فيروس شلل الأطفال الذي يميل للانتشار بشكل أسرع في أجواء أكثر دفئاً. في جميع الحالات لا تختفي الفيروسات الموسمية خلال باقي العام، ولهذا يقوم العلماء في جامعة يوتا بدراسة للتعرف على طريقة التكيف فيروس كورونا مع درجات حرارة مختلفة.